ان شاء الله غير لنزريس المحور الاستاذه خديجه بنهمو عضو المجلس العلمي الاعلى. العنوان هي مقومات التغذيه النافعه في الدنيا والاخره، فلتتفضل مشكوره ماجوره. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في ذلك حتى اتاه اليقين، ونحن على ذلك ان شاء الله من الشاهدين من الشاهدات والشاهدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. الاستاذ المحترم الاعلامي الحاضر معنا لتغطيه هذه الندوه المباركه، الاستاذات الفضليات اعضاء خليه المراه وقضايا الاسره، الاستاذه المرشده والاستاذتان الواعظتان، الاستاذه مؤطره محو الاميه الحاضره معنا، السيدات الفضليات الحاضرات، السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. موضوع مداخلتي غادي يكون ان شاء الله واحد الجانب اخر. صحيح موضوع الندوه هو انعكاسات او اثار التغذيه على الصحه الجسديه والنفسيه، يعني الاثار ديال التغذيه في الحياه الدنيا، وكنساو ان التغذيه ديالنا راه عندها اثار حتى على حياتنا الاخرويه، حتى على حياتنا الاخرويه. كيف ذلك؟ كيفاش؟ اول شيء، الى بغينا نفوزوا في الدنيا ونفوزوا في الاخره، فيجب ان نمتثل وان يعني ان نطبق ما جاء به شرعنا الحنيف، ما جاء به الاسلام. فكيفاش التغذيه ديالنا والاكل ديالنا عنده اثار حتى على الاخره ديالنا؟ كيف ذلك؟ اولا كما خصنا نطبقوا، خصنا نمتثلوا، خصنا نسمعوا لما يقوله الله سبحانه وتعالى ولما يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم، لان اللي كيملك السلطه ديال انه يحلل شي حاجه او يحرم شي حاجه هو الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، لان معلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فاول حاجه باش تكون التغذيه ديالنا تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الاخره، اول حاجه يجب ان ناكل الحلال. اول نقطه هي اكل الحلال. واش كنقصد هنا باكل الحلال؟ كنقصد جوج ديال الحوايج، غادي نهضر بالدارجه. كنقصد جوج ديال الحوايج، الحاجه الاولى اننا ناكل مما احل الله لنا من الطيبات، ونتجنب داكشي اللي حرم علينا الله سبحانه وتعالى من الخبائث ومن المحرمات. وإلا قلبنا الطيبات اللي حلها الله سبحانه وتعالى غادي نلقاوها كثيره، وإلا قلبنا المحرمات غنلقاوها قليله، تكاد تكون معدوده على رؤوس الاصابع. المحرمات ماشي كثيره بزاف في الاسلام، قليله، بينما الطيبات ما اكثرها. والله سبحانه وتعالى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم اش قال فيه؟ قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى أرسله واحد الشريعة اللي هي سمحة، واحد الشريعة اللي هي مبنية على اليسر. فالرسول جاء باش يرفع على الأمم وخاصة على بني إسرائيل ديك العقوبات اللي كانت مفروض عليهم وديك الأشياء اللي كانت محرمة عليهم، فأحل لهم ديك الأشياء التي حرم الله سبحانه وتعالى عليهم من باب أنه بغى يعاقبهم، بغى يعاقبهم فحرم عليهم الطيبات. في الدين ديالنا الحمد لله الطيبات
مباحة، والمحرمات كما قلت لكم قليلة وتكاد تكون معدودة على رؤوس الأصابع. والأستاذة نعيمة قف أحسنت صنعا من اللي افتتحت لنا هذا اللقاء المبارك بآيات بينات في سورة المائدة، وذكرت لنا ما حرم الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم ذكر أنواع الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. إذا الميتة الدم، والدم هذاك اللي كيخرج من الحيوان، يعني الدم السائل ماشي الدم المتجمد اللي هو الكبدة والطحال، الدم السائل اللي كيخرج من الذبيحة. ومعلوم أن الدم اللي في الحيوان ملي كندبحو، عملية الذبح في الحقيقة شنو هي؟ عملية الذبح هي عملية تصفية للحيوان، يعني ملي كندبحو الحيوان داك الدم اللي كيخرج منه هو كيخرج كلشي داكشي اللي خبيث واللي ضار في الحيوان، وكيبقى عندنا داك اللحم اللي هو صافي ونقي وصالح للأكل. فهذا الدم حرمه الله سبحانه وتعالى علينا. إذا المحرمات في الإسلام قليلة: الميتة، الدم، لحم الخنزير، الخمر وما يشبه الخمر من المسكرات والمخدرات، كل ما أثر على البدن وأثر على العقل في الإسلام فهو حرام، والطيبات ما أكثرها، الحلال ما أكثره في الإسلام. اش كيقول الله سبحانه وتعالى؟ كيقول: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم، اذا الحلال مباح، الحلال متاح، ونتجنب المحرم. وغادي نعطيه واحد التعريف للمحرم، يعني باش نربطوا بهذا الموضوع ديال الاخيره. شنو هو المحرم؟ شنو هو الشيء الحرام؟ الحرام كما عرفه العلماء هو ما يتاب الانسان على تركه ويعاقب على فعله. شنو هي المسائل اللي محرمه؟ هي ديك المسائل اللي لا خليناها الله سبحانه وتعالى كيجازينا وكيعطينا الثواب لاننا خليناها طاعه وامتثالا له سبحانه وتعالى، ولكن الا درناها كيعاقبنا. مثلا شرب الخمر راه غادي يتعاقب، اللي كل الميته راه غادي يتعاقب، اللي شرب الدم راه غادي يتعاقب، لانه ما احترم شيء الامر الالهي. فالحرام ما امرنا بتركه نتاب على فعل، نتاب على تركه ونعاقب على فعله. الامر الثاني اللي كنقصد باكل الحلال هو ان مثلا داكشي اللي غادي نمشي نتقدى في السوق، ديك اللحم وديك الخضره وديك الزيت وديك الزبده وداكشي اللي غادي نتقدى، داكشي باش غادي نشريها يكون المصدر ديالو حلال، نكون جبتو من واحد العامل اللي كان مرسوق وداك العمل حلال، ماشي انا كدير واحد العمل حرام. كان مثلا كنسلف الناس الفلوس بالربا مثلا، او كنمارس الغش كنبيعو كنشري ولكن كنغش عباد الله، او مثلا راقصه وكنصور الفلوس من هذه الحرفه المهينه او شيء من هذا القبيل، وكنمشي كنتقدى بهذاك الشيء اللي كنصورو كنجيبو كنطيبو كناكلو كنوكلو لولادي. اش قلت ليهم؟ فيهم العافيه. واش غتنفعهم؟ ما غتنفعهم لا في الدنيا ولا في الاخره والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبه. والرسول عليه الصلاه والسلام اش كيقول في واحد الحديث؟ كيقول كما قال جاء في الحديث: ثم ذكر الرجل لا يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب، ذلك ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وعضي بالحرام، ان يستجيب لذلك؟ أن يستجاب لذلك. إذا باش يكونوا داكشي اللي كناكلو كينفعنا، ديك التغذية اللي غادي ناكلو تكون كتنفعنا، ناكلو الحلال ونتقداو بالحلال ويكون عملنا حلال، ونبعدو ما أمكن عن مصادر المال الحرام. وأكل الحلال، أكل الحلال عنده فوائد كثيرة، منها أنه كيخلي الوجه، كيخلي القلب، ينير القلب ويرقق القلب، وملي كيتنور القلب راه حتى الوجه كيتنور. واش اللي كياكل الحلال اللي كياكل الحرام؟ سبحان الله، اللي كياكل الحرام كتلقى واحد الغبره فوق وجهه، واحد اللون غير عادي. ولكن الانسان الذي يتحرى الحلال يتحرى، ماشي كيغض الطرف لها شي بس مكان هذه المره، لا، يتحرى الحلال كيكون سبحان الله واحد النور في وجهه. وما أجمل ما ذكره علماؤنا من سيرة سلفنا الصالح من رجالهم ونسائهم. يذكر العلماء، قال لك أن المرأة قديما
زوجات السلف الصالح قال لي كان راجلها ملي كيبغي يخرج الصباح يمشي للخبز ولا يمشي يقلب على الرزق كتقول ليه اياك والحرام اياك والحرام. فالحلال كما قلت ينير القلب يرققه ينير الوجه ايضا. الحلال ايضا يجلب خشيه الله. الانسان سيكون الحلال دائما هذا تيخاف من الله من المتقين الذين يخافون الله عز وجل. الحلال ايضا ينشط الانسان لاداء الطاعات لاداء العبادات. اما اللي كيقول بالحرام اللي كيقول الحرام هذا دائما كسلان دائما كسلان وعاجز وكسول وما كيقدرش يدير لا العبادات ولا العمل ديالو. ايضا الحلال سبب في قبول الاعمال. بغيت الله يقبل منك الاعمال ديالك اذا عيش في الحلال وناولي الحلال وكلي الحلال ناولي الحلال كما قلت. ايضا الحلال سبب في استجابه الدعاء. بغيت يستجب لك الله الدعاء ديالك كولي الحلال كما سمعنا في الحديث. كيفاش يستجب الله تعالى لواحد الانسان كيهز يديه وكيقول يا ربي يا ربي يا ربي وهو مسافر. وكنعرفوا ان المسافر من الناس اللي كيستجب لهم الدعاء ديالهم بزاف مع الشعف والغبار والتعب ولكن هذا الله ما استجبش ليه الدعاء ديالو. علاش؟ قال لك الطعام ديالو حرام ملبسو حرام تغدى بالحرام كيفاش بغيتي بحال هذا يستجب ليه الله الدعاء ديالو؟ لا يمكن. اذا الحلال كله فوائد والله طيب ولا يقبل الا طيبة. الأمر الثاني باش تكون التغذية ديالنا نفعنا في الدنيا وفي الآخرة أن نلتزم بآداب الأكل. وقد ذكرتها الأستاذة مختصرة الأستاذة العشيقة التزموا آداب الأكل. أول أدب من آداب الأكل أنني قبل ما ناكل داكشي اللي غادي ناكل خصني نوي به. نوي أولا أنني داكشي اللي غادي ناكل بغيت نتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى. بغيت مثلا نسحر بغيت مثلا نتعشى مثلا في رمضان مزيان باش ندير قيام الليل. بغيت مثلا نفطر مزيان باش نمشي نصلي التراويح ونبقى ما شاء الله في المسجد. تكون عندي هذيك النية انني بغيت نتقوى على الطاعة او بغيت نتقوى على واحد العمل اللي كنعف فيه الأسرة ديالي وكنفوت منه على الأسرة ديالي. إذا أن ننوي بأكلنا طاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا غسل الأيدي وهذه مسألة ضرورية. عرفتوا هاد اليدين شنو كيكون فيهم ديال الجرافيم وديال الميكروبات التي لا ترى بالعين المجردة. فأحسن ما نتخلص به من هذه الجرافيم هو غسل اليدين جيدا ومن الأحسن بالصابون عدة مرات. وهذه سنة عندنا في الإسلام أن الإنسان حتى لو نوض الصباح بكري أول حاجة كنديروها أننا كنغسلوا يدينا ثلاثا قبل أن ندخلها في الإناء. فما بالك بإدخالها إلى الفم وإدخال الطعام إلى الفم. إذا غسل اليدين قبل الشروع في الأكل. ثم التسمية داكشي اللي غادي ناكل إذا تحط قدامي غادي نقول عليه بسم الله بسم الله. وكل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبطر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكاين واحد قولة جميلة قال واحد العالم رباني كبير والإمام ابن قيم الجوزية. أشنو قال؟ قال إن للتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. قال لك ديك بسم الله اللي كتقولي في الأول والحمد لله اللي كتقولي في الأخير عندها سبحان الله واحد دور عجيب جدا عندها واحد السر داكشي اللي قلتي كينفعك وكيكون الامتصاص جيد وكتنتفعي بداكشي اللي كليتي. اما اللي ما قال بسم الله راه كياكل معاه الشيطان فما كياكل ما كيستافد من حتى شي حاجه. اذا التسميه ان نقول بسم الله. ثم كذلك من اداب الاكل